ده يعني احنا برنامج صحة نفسية، حضرتك عارف ومتابعنا. انا متابع حضرتك ومتابع تمام، حلقات حضرتك، وبشكر الناس كلها اللي هي الافاضل اللي هم عاملين على البرنامج دوت، واللي هم اشكرك. بس ايوه اتجاه الحاله النفسيه. انا هوصف لحضرتك، انا يعني لو مش راجل مؤمن بالله دلوقتي، انا يعني مش عارف اوصف لحضرتك. والله والله العظيم انا لو يعني سبحان الله، انا بقول لحضرتك بقيت انا اهم حماتي لما تيجي عندي شويه يقعدوا قصاد بعض، هي وبنتها يقعدوا يعيطوا قصاد بعض. البنت الصغيره اللي هي في ثالثه ابتدائي بتقفل على نفسها وتعيط، اخش عليها راحت اشتكت للمدرسات بتوعها اللي هي ويشهدوا على كده. الزائره الصحيه طلبتني، ما كانتش عارفه ان احنا في الهم ده، فقالت لي انتوا بتضربوا البت، بتعملوا في البت ايه؟ فقلت لها انا وضعي كذا كذا كذا. قالت لي انا والله مش عارفه اقول لك ايه، البت يعني ان ده كله مع البت كانت متفوقه، بدات البت كل طبعا تفكيرها. طبعا الحالة مأثرة على البيت كله. أنا مستوعبة كلام حضرتك تماما. حضرتك مأثره على البيت كله راسا على عقب، ان احنا والله العظيم لا احنا عارفين ناكل لقمه زي الناس، ولا عارفين انت شايفه احنا يعني، ولا عارفين نلبسه غيار زي الناس.